شافي السنن مي اختل النظام هذا قصد لك راسي هي الذهب وهذا قصد لك راسي هي الذهب أو بمر جهد حسيا شد ظله العزيم أو لا يهيم بير وحيته من تنعدي مريدي حيي الدين بالكنز العليم أو بالمكاتب من إلي عراقي الندب أو بالمكاتب من إلي عراقي الندب ويا ما العراق هزار الحسين أو صار بالطاب شبل مير المؤمنين جرت عليها المي المشركي في الله جن السريب عندي السريب ما غيزة ما جد على حقوقي وطاضة مثل أبو السجاد سلطان العرب مثل أبو السجاد سلطان العرب هو عند أبو الهمة شبل حامي الجار تسعة وثمانين قوم ويلا صار ديارهم هيجروا عافه وليل عمار روح للعالم وعينتها الشعب روح للعالم وعينتها الشعب هل ذي ما قبل بيل ذيل يمد ابن بين طواق الخالد بالحديد شلون يرضى حسين يتحكم يزيد هو على الراس يقوم يتحكم ذنب وعلى الراس يقوم يتحكم ذني او على الحياه تختار ابو اليمه الجدي عقب ما يخلى النياحه بكل نلتي لا
يحيى الدين بن سيد الرسل وبتواريخ المجيد ما غيزة ما جد على حقوقي وطالة مثل أبو السجاد سلطان العرب مثل أبو السجاد سلطان العرب ونشد أردن شيد مني للمعرفة الشجاعي ليوقع وصوته اختفى مثل أبو اليمة وجد المصطفى ليش ما يسقو من ماي العدل ليش ما يسقو من ماي العدل وهو حمل ضعف وحال ابتدى من أصاوي بعلى قاعين جدام الطالب ما يشيبي خير العمل تعب ويبحر بالضيمة جبدة والتيب تعب ويبحر بالضيمة جبدة والتيب عظن من العمر ما يتجونا ولوان بين الكفر مو بروح يجود وعليه الطبور يا شريف البيهو ويخشى العدل ما غيزة ما جد على حقوقي وطالة مثل أبو السجاد سلطان العرب مثل أبو السجاد سلطان العرب شوفي على الشمر واسجب لي النظر مني وحزمي النابو ليما النحار طلب مني ماي لين جبد الشجار ما سقاه الماي مين من طلب ما سقاه الماي من مين طلب والشمير بيسلاف شنين يهتد عيا يسقي حسين ويبك جبدته إلا ضام يريد يقطع رقبته ما تقلولي يا الإسلام يا السبب ما تقلولي يا الإسلام يا السبب والشمير بسلام شنهي نيته عيا يسقي حسين ويبخشى بدته إلا ضامي يريد يقطع رقبته ما تقلولي يا الإسلام يا الإسلام يا ما غيزة ما جد على حقوقي وطالة مثل أبو السجاد سلطان العرب مثل أبو السجاد سلطان العرب والعدا وهموا لها ذا
الحد تصير ما يريح مولي المرض وطفلي الصغير شلها باكر عذر مين جده البشير بيوم لا ينفع بنين ولا نسب بيوم لا ينفع بنين ولا نسب من عداها علي جروني الخيول فوق صدره والظهر قامت تجول وتدري بجد النبي وما البتو وفارض حبه على الانس والجين وجب والله فارض حبه على الانس والجين وجاي او جثتك تبقى على ظهر الواسع يا حسين وبالمواعظ موزعه لا غسل جسمك ولا حد شيعه من عقوب شتلك جسمك ينسلب.